سعد عطار يعود لطلال، كابتن خلاصي بحرين، كرة في وسط الملعب، هاشم موسوي بكرة عالية، محمود عالية والخلاصي خطيرة للمنتخب البحريني، خلاصي قائد الفريق أضاع الكرة الماضية الرأسية وأضاع الأسهل، هذه أسهل من الماضية، أراد التسجيل ولكنه سدد الكرة في المكان اللي يتواجد فيه حارس المرمى بسام صالح. برافو لبسام، تمركزه كان ممتاز و